بقوه زي ما عمل زي ما انت قلت في الخبر ده، ان الاهلي لازم يكون قوي وعنيف في رد فعله كويس. ولازم يصعد للاتحاد الدولي كويس. مش عشان عشان ياخد اخطاء تحكيم لصالحه، لا عشان يوقف اللي بيحصل ده. لان الموضوع بقى مستفز جدا. انت بقالك سنين كتير بيتم اقصائك بالشكل بنفس الشكل. الحكم واضح من الدقيقه الاولى عمرو السوليه تعرض لفاول، يعني كان ممكن عمرو يقعد فيها شهرين ثلاثه ست شهور كمان مش مشكله. عادي جدا، مفيش انذار ولا مفيش انذار، ما ادالوش انذار حتى. مفيش انذار. وبعدين انت مع اول كوره على الاهلي لايمن اشرف انت حاسس ان انت اصلا يعني انت مبسوط كويس جدا ان جت، الحمد لله جت عشان خاطر اخلص بدري. فتحس ان انت جاي مهمه عايز تنجزها بدري. يعني ايه، انت شفت طبعا كل التحليلات، كل الاستوديوهات التحليليه والمحاكمه مش هتكلم فيها، كل الناس اجمعت ان هي ما كانش فيها اي شيء طبعا. او لو كان فيها انذار عشان خاطر الكوره ما كانش بحوزيده، او اللعيب ما كانش في فرصه محكمة. هي فيها لمسه من ايمن اشرف، لمسة عادية. انا بشوف اللمسة دي كل يوم في كل مباراة عادي موجودة، يعني عادي جدا. واقوى بس هو كمان المهاجم بتاع النجم هو ان هو يبيد هو تحايل عليه، وهو لو النية سليمة عنده ما كانش حسب، كان ممكن يحسب فاول وانذار عادي. لكن هي كانت النية مبيتة اكتر من راحة الشناوي. شفت الكرة في الدقيقة 90 فاول رمضان صبحي يعني برضه اتكلمت فيه، نية الإيذاء موجودة. يعني هنا بقى نية الإيذاء اللي هو عرقلة من الخلف، كان في قانون قبل كده اتعمل مخصوص عشان العرقلة من الخلف ان هو ايذاء شديد، فكان طرد قبل كده يعني. فمعروف ان ده ايذاء واضح جدا ومفيش فاول مش موجود. وبعدين يعني تلاقي بعدها بدقيقه المخرج التونسي بيعيد لك كرة احمد فتحي مش بيعيد، فكان واضح قوي اجواء فكره ان هو لا احنا في معركه وفي حرب وكل الاساليب غير المشروعه موجوده. وكان ده اللي حاصل، كان هو كان دي الاجواء اللي حاصله، واللي ممكن بقى تكون مدخلنا الكلام عن المباراه. لكن انا برضو في نقطه انت قلتها مهمه جدا بتاعت رئيس الاتحاد التونسي وبنات الراجل رئيس لجنه الحكام سليمان حسن الجيبوتي وان هم موجودين في تونس وكلام من ده، وعلى نفقه رئيس الاتحاد التونسي. دي معلومه خطيره جدا، لازم يبقى فيها تحقيق. هل فيها تحقيق؟ فيها تحقيق في التحقيقات الجاريه في فرنسا. عمرو مصطفى مراد فهمي قدم استنادات ديت، وهو عمرو فهمي بره الاتحاد الافريقي ليه؟ عشان هو دخل المنطقه ديت اللي هي بتزعل ناس كتير جدا واللي هتزعل. طيب الفيفا تدخلت في الاتحاد الافريقي مؤخرا، هل تدخلت كمان في ملف الحكام ولا لسه؟ طبعا تدخلت. هي طب نتيجه التدخل دي هنشوفها. لا لسه هيكون في تحقيقات جاريه امام الجهات الثانيه، فهياخد وقت. هياخد وقت. بس انا بشوف ان الحقوق بتضيع في الحسابات الانتخابيه. يعني انت انفانتينو دلوقتي هو عنده معركه ان هو محتاج في افريقيا قوي. فهو بيشوف مداخل افريقيا فين وممكن يحتاج مين. فمقابل احتياجه لده ممكن يقدم تنازلات ايه. يعني هو قوي جدا في مناطق تانية، نفوذه قوي فيها جدا، لكن هو في المنطقه الافريقيه مش قوي. المفاتيح بتاعت افريقيا فين حاليا؟ هي عند ناس معينه. لكن هي احنا في مصر، يعني انا شايف احنا في مصر محتاجين ندعم قوي شخصيات جديده يكون ليها نفوذ في الكاف، تحمي مصالح الكره المصريه اولا وكلها نفوذ دولي كبير. للاسف يعني في بعض الشخصيات بتصور دايما للدوله المصريه انها هي الوحيده القادره على انها تعمل ده. انا بس اللي في الصوره، وانا بس اللي في الصوره. مع ان اي مصري الدوله ترغب انها تجهزه وتقدمه هيعمل ده. انا اقول لك على حاجه مثلا، اخر مره التقيت عمرو فهمي اخر مره التقيته كان في بيته قبلها بيوم بيستقبل خمس رؤساء اتحادات افريقيه. يعني العلاقه ما بينهم قويه لهذه الدرجه. مصطفى مراد فهمي اسم قوي جدا 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 في عالم